السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أيها المتابعون الكرام في قناة الأستاذ نور الدين عزام التعليمية، أستاذ محاضر بجامعة الإخوة من توري قسنطينة ومسؤول تخصص ماستر هندسة النقل واللوجيستيك. في نهاية هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على كيفية التسجيل في الماستر الخاص بدفعة ليسانس 2020. ابقوا معنا سنعود. الترشح للماستر 2020 خاص بدفعة المتخرجين ليسانس ال ام دي 2020. يبدأ الترشح من 17 نوفمبر 2020 حتى 24 نوفمبر 2020 عبر الرابط اللي راحين تلقاوه يعني في صندوق الوصف لهذا الفيديو. بالنسبة للفئات الأخرى يعني فئة 20% راح تكون عبر منصات أخرى ابتداء من 22 نوفمبر يتم الإعلان عنها إن شاء الله، يعني الانسكريبسيون تكون على منصة بروجريس. قبل أن نبدأ، اللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصل الجديد أول بأول. دونك ليزانسكريبسيون هنا لو ليان تاعي هنا في جوجل. كاين اللي عنده ديجا كونت يكليكي هنا، اللي ما عندوش كونت كيما البرومو هذه تاع 2020 دونك لابلي بار ما عندهمش دي كونت هنا، يجي أول حاجة يحط سنة البكالوريا تاعو. دونك على سبيل المثال 2017، وهنا يحط يعني رقم ماتريكي تاع البكالوريا. جينيرالمون يحط لك هنا ليكزومبل مثلا، دونك نحافظوا على نفس الصيغة. دونك 34 بار اكزومبل 03 هنا يقول لك حط لي لو نو، ولكن لازم كل نو تكتبو بالحروف اللاتينية ونكتبوه يعني اللقب تاعك كتبو ماجيسكيل. دونك هنا مثلا لقب، هنا الاسم تاعك نكتبو الحرف الأول برك لماجيسكيل على سبيل المثال. هنا نضع يعني البريد الإلكتروني، لازم يكون عندك بريد إلكتروني. حط البريد الإلكتروني تاعي وهنا يعني تختار كلمة السر اللي راح تدخل بها لهذا الحساب تاعك. وهنا يتم يعني إعادة كتابتها تأكيد كلمة السر، وهنا نكتب هذا الحروف. هذه الحروف نكتبها كما راهي، ماجيسكيل ماجيسكيل مينيسكيل مينيسكيل. دونك ان دبليو في بي بي. دونك نكملو هنا برك بعض الملاحظات. يعني تشارك في هاد المنصة في الماستر تشارك كونت واحد فريد، ما تكرييش دو كونت والله، سينو راك قادر يسسبونديوك خلاص يعني يقصيوك. ايضا لي دوني تاعك اللي راح تدخلهم راهي يعني كنت عود فيها اخطاء، راك يعني درت يعني تصريح كاذب وممكن يعني يلغيو لك التسجيل نتاعك. وعندك يعني اذا صادفت يعني بعض مشاكل ولا لي بروبليم تكنيك تتصل بهذا البريد الالكتروني. بعدها تضغط على كريي. بعد ما تفتح هذا يعني تقول له كريي، راح يفتح لك
كونت، هذا الكونت فيه الايميل تاعك والمود باس. دونك ايسي باش تمبريميهم هنا، امبريميهم باش ثاني ما يروحولكش. دونك المراحل كاين عندنا المرحله الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه، خمسه، خمس مراحل. هذو هما المراحل تاعك. نضغط على امبريمي لي بارامتر دو كونيكسيون. هنا مش شرط يعني تمبريميهم يعني في فيشي بابي، تقدر تكريي لهنا بي دي اف ولا تقول له امبريمي. هنحطهم في المكتب، نسميه كونت ماستر. فوالا، نرجعو للكونت تاعي، عطاني له باسي على ليتاب ان. دونك نكليكي عليها، رانا في ليتاب اون. دونك لهنا لازمك تحط لا فوتو نتاعك. دونك لهنا لا فوتو تكون عندها حجم معين اللي هو 500 كيلو، ما تقدرش تكون 500 كيلو هنا. وايضا تكون هنا يعني اكستنسيون تاعها بي ان جي و جي بي جي اكسترا، يعني عندك كات يعني تيب دو فوتو لي فورمات. ايضا نسكانيها بسكانير، نحط فوتو نسكانيها بسكانير ونديبوزيها. نوضح برك يعني كاين بعض طلبة يروحوا للسيبر يديو معاهم يعني لي فوتو، يديو معاهم لو فيدنوت، ويديو معاها الدبلوم، لكن بعد كي سكاني تلمو هو يجي يخدمو عنده بزاف، قادر يحطهم دي فوتو ماهوش تاعهم. لهذا يعني نفضل انهم يعني يسكاني لهم ويحط لهم في الفلاش ديسك ولا، وهما يديروا الانسكريبسيون وحدهم. بعدها يضغط على شارجي لا فوتو باركورير. فوالا، كله كري. فوالا كي تجيبها لك خضرا معناتها راهي اوكي، كل شيء اوكي. دونك لهنا الماتريكيل تاع الباك، لاني، لو نو، لو برينو. لهنا يجي لو نو اون عرب، يعني تكتب بالعربية. هنا اللقب نتاعك بالعربية والاسم الثاني بالعربية، وهنا يجي الصنف تاعك وشي هو فام ولا يعني ام. لا دات دو نيسونس بون، راح نحط برك الياتوار. ليو دو نيسونس ثاني راح نحط الياتوار. انتما كل واحد يحط يعني المعلومات نتاعو. هنا راح نحط الولاية دو نيسونس، الولاية اللي زيد فيها، نيميرو التليفون راح نحط برك. راح نحط يعني رقم. هنا الادريس، دونك الادريس تاعك راح تحطها. وهنا لا ولاية دو ريزيدونس فار اكزومبل. هنا اسم الاب، اسم الابن، الابن تاعك، ولقب واسم الام. يعني اللقب يعني يكتبو ديما يعني ماجيسكيل. بعدها نقولو ليتاب سويفون، يعني قبلها نقولو سوفغاردي. فوالا، نقولو ليتاب سويفون. ليتاب سويفون هذه الدوزيام خاصة بلي باركور. لي باركور يعني التخصص نتاعك. هنا تحط ليسونس تاعك LMD، بس هذه
تسجيلات خاصة غير بال ال ام دي. كلاسيك ممكن يعني يفتحوا لهم بعد الولاية كونستانتين. هنا راهي خاصة غير بتسجيلات تاع دفعة 80%، يعني الدفعة اللي تخرجت السنة، ماشي 20% هذيك من بعد يدخلهم، يعني تاع السنوات اللي ماضية، تاع الجامعات أخرى، تاع يعني كما نقولوا احنا السنوات السابقة، تاع يعني السنوات السابقة تاع الجامعات الأخرى. دونك عندنا 20% في هذه، راهي 80% خاصة بطلبة تاع جامعة قسنطينة واحد. دونك هنايا لافيليير، مثلا خير لافيليير تاعنا هنا انجينيري دي ترونسبور اف 11، لا سبيسياليتي هي انجينيري دي ترونسبور. دونك نخيرو انجينيري دي ترونسبور، هي لا سبيسياليتي تاعنا. دونك هذه ليسونس لا سبيسياليتي انجينيري دي ترونسبور. اللي يعود اختصاص اخر يخير تراكسيون ولا ترونسبور دي كاربير ولا اي ام ام تي، هذا خير. اني دوبتونسيون بيان سور 2020، اني دو لا بروميير اني دانسكريبسيون هي 2017، تقول له سوف كاردي. دونك نقولو ليتاب سويفون ونكليكي لهنا اجوتي ان شوا. هنا لا سبيسياليتي اللي كاينه اللي يقدروا يشاركوا فيها هي انجينيري دي ترانسبور اي لوجيستيك اكاديميك تيال، تقول له كريي. بطبيعه الحال في البلاتفورم هذا عندك امكانيات انك تشارك في عده يعني تخصصات. بطبيعه الحال هنا يعني البريوريتي راهي ليك انت، لانه نفس الدبلوم كاينه يعني بريوريتي دوتر سبيسياليتي. دونك هنا اتيتر ديكزامبل نخيرو امارو، كلو كريي فوالا. ثوازيام شوا هنا يعني يعني اغلبيتهم يعني راحين يخيروا شاك سبيسياليتي، تخير لا سبيسياليتي تاعها، يعني تراكسيون خير تراكسيون، هي ميم تيخير الاختصاص نتاعو وهكذا. وهنا الترتيب تاع لو شوا نتاعو، نقولو سويفون. هنا ليتاب دو كونفرماسيون، ليتاب دو كونفرماسيون راح تضغط على كونفيرمي دو لا كونديتاتور، يعني كليكي هنا باش كونفيرمي لا كونديتاتور نتاعك. دونك تضغط على كونفيرمي لا كونديتاتور. بعدها دونك عندنا لهنا بعض الملاحظات ديجا حكينا عليهم، كيما الكونت، كيما لي دوني تاعك لا كان حطيتهم غالطين راهي فوس ديكلاراسيون، في عدة معلومات تقولو يعني جو كونفيرم هنا فوالا. تشيك مثلا النيميرو تاع لو دوسي تاعك، لور، تشيك لي سبيسياليتي اللي خيرت. بطبيعة الحال راح نعطيولك هذه الأولى لأن لي بوست كامل يعني لا بليبار يديو لي بوست تاعهم، وتقولو امبريمي هنايا، نخير بي دي اف. دونك اللي عندو لامبريمون تاع هي ديريكت يخير لامبريمون منها ويمبريمي يعني الوحدة تاعو، حطها في البيرو. يعني سهلة جدا، ما كلها تروح للسيبر ولا يعني تكلف نفسك، مجرد تسكاني لا فوتون تاعك فقط، هذه اللي تحتاجها، فلاش ديسك ولا تسكاني لا فوتون تاعك. فوالا، وهذه اللي هي ورقة تاع لا كونفيرماسيون تاعك. دونك نرجعو هنا،
ما تنساوش ايضا ديروا دي كونيكسيون هنايا سورتو لي في السيبر. الى هنا ناتي الى نهايه هذا الفيديو، نتمنى انه عجبكم. ما تنساوش ارائكم وملاحظاتكم اللي تكتبوها لنا. اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس ليصله الجديد اول باول. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، اللي راحين ممكن نتكلموا فيه على سجلات النسبة نتاع 20% المتبقية. سير لابلاتفورم بروغريس.